المعارضة تطالب باستقالة الحكومة بعد فشل قمة الغذاء. خبراء الاقتصاد ينتقدون ضعف مساعدات البطالة وسط الغلاء. الهيئة الإسلامية تدعو إلى حوار شامل لتحقيق المصالحة والتفاهم المشترك. النمسا تفتتح أول منشأة لتخزين الهيدروجين تحت الأرض على مستوى العالم. أتراك النمسا أحد أبرز مؤيدي أردوغان في الانتخابات. وارتفاع أعداد مستهلكي الكحول خاصة بين النساء. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. فشل مؤتمر الغذاء في النمسا اليوم من التوصل إلى حلول لتخفيض ارتفاع الأسعار الجنوني، واكتفى بتوجيه بعض النصائح. وأعلنت الحكومة عن تركيزها على الشفافية الكاملة في قطاع الغذاء، معتبرة أن خفض الضريبة أمرا غير مهم. وقد عقد الاجتماع بين نائب المستشار فيرنا جوغلا ووزير الشؤون الاجتماعية يوهانس راو ووزير الزراعة نوربت تشوتشينغ وخبراء وممثلين من الصناعة. وطالبت زعيمة الحزب الاشتراكي النمساوي باميلا فاغنا بحجب الثقة عن الحكومة بسبب القمة الفاشلة. macht fast jedes zweite Geschäft einen Verlust. Also von Körpergeld kann da nirgendwo mehr die Rede sein. Man muss auch die Lebensmittelwertschöpfungskette differenzierter betrachten. Es ist klar, wenn der Dieselpreis hoch ist, dass der Traktor im Betrieb teuer ist, die Lieferung bis hin zur Kühlung sich verteuert und das hat einen Effekt im Regal. Und da ist es wichtig, dass man auch die internationalen, globalen Nahrungsmittelproduzenten sieht, die zweistellige Gewinnmargen haben. Bei uns bewegt sich derzeit maximal bei einem bis nicht einmal 2%, was man über die Kosten noch am Umsatz hat. Und daher ist es bei vielen ganz anders. Da haben wir fünfstellige Eurobeträge im Minus bei den Nahversorgern. Man wolle aber mehr أشارت دراسة أجراها معهد مومنتوم إلى زيادة مستمرة في معدلات البطالة وتفاقم مشكلة الفقر في النمسا، لأنه لا يتم تعديل مزايا البطالة لمواجهة التضخم كما هو الحال في المساعدات الاجتماعية. وارتفعت معدلات البطالة بنسبة 1.6% في أبريل، ويعاني معظمهم من التضخم الهائل بسبب عدم ضبط إعانات البطالة والمساعدات الطارئة. وأشار التقرير أن النساء يتأثرن بشكل خاص بزيادة البطالة بسبب تفضيلهن للعمل بدوام جزئي، إضافة لتلقيهن إعانات بمتوسط أقل من الرجال، فيما تتأثر النساء المهاجرات أكثر. دعا رئيس الهيئة الإسلامية النمساوية أوميد فورال إلى إجراء حوار شامل مع جميع الأحزاب والقوى السياسية في البلاد بهدف تحقيق المصالحة وتعزيز التفاهم المشترك. وأكد فورال ضرورة إجراء عملية المصالحة بعد الخلاف الذي نشب في عام 2015 بسبب قانون الإسلام حسب تعبيره، وإشار إلى أن يشمل الحوار كافة الطوائف التي تعاني من التمييز بما في ذلك الكنيسة البروتستانتية، وأوضح أن المسلمين يواجهون هيكلا معقدا من القيود، وتحتاج المساجد إلى تمويل وموارد مالية لتنفيذ مهامها. أعلنت شركة نمساوية عن إنشاء أول منشأة لتخزين الهيدروجين تحت الأرض في العالم في حقل غاز طبيعي سابق في روبنسدورف في النمسا العليا. وتهدف المنشأة إلى توفير طاقة احتياطية موسمية وتعزيز أمن الكهرباء في البلاد، وتستخدم تقنية محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين. وتخطط الشركة للاستفادة من قدرة المنشأة الجديدة نهاية العام الحالي التي تبلغ 1.2 مليون متر مكعب. يذكر أن النمسا تعتمد بشكل كبير على الغاز لتلبية احتياجاتها الكهربائية التي تضررت بسبب العقوبات على روسيا.
تستعد تركيا لأهم انتخابات لها في الأسبوع المقبل، حيث يسمح للأتراك المقيمين في الخارج بالتصويت مسبقا في القنصلية العامة في فيينا حتى يوم الثلاثاء. وتشهد النمسا اهتماما كبيرا، والتي تعتبر معقلا للرئيس أردوغان، ومن المتوقع أن يحصل على تأييد نحو 108 ألف ناخب تركي في فيينا. وتركز الحملة بشكل رئيسي على الإنترنت والمساجد والجمعيات، ويستخدم أردوغان تكتيكا قويا في حملته مستغلا الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ويصف معارضيه بأنهم يريدون الانقلاب عليه. ارتفع عدد الأشخاص المدمنين على الكحول بشكل غير صحي ليصل لأكثر من 1 مليون شخص في النمسا. وارتفع استهلاك الكحول بين النساء خلال كورونا، وتشير أرقام تقرير علم الأوبئة للإدمان لعام 2022 إلى أن حوالي 10% يشربون الكحول بشكل يزيد عن من خطر الإصابة بالأمراض، وهذا يعني أن حوالي 15% أو 1 مليون شخص يعانون من مشكلة استهلاك الكحول بشكل غير صحي. ويحذر الخبراء من خطورة الكحول على الصحة بشكل عام، حيث ثبت أن أكثر من 60 مرضا مرتبطا بالكحول. عفانا الله وإياكم من خطر الإدمان أو الكحول. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا أسامة زهير، ونتمنى لكم طيب الأوقات.